انا جيت. احنا معاكم على الهوا، الحقوا كلمونا. احنا في اخر فقره ان شاء الله يا رب ايه الوصفه تعجبكم. دي بقى دي وصفه المستريحه، وصفه المستريحه دي للناس اللي عايزه تستريح، عايزين نعمل حاجه حلوه وطعمها لذيذ وتبقى ساقعه من غير ما نقعد بقى نعمل حاجات وبتاع. وصفه خطيره. ايه بقى القصه؟ بصوا هنحتاج طبقه، بصوا طبقه اولى. ايه هي الطبقه؟ بسكوت. معانا بسكوت فانيليا اي نوع تحبيه، حتى لو مدور مربع براحتك خالص. البسكوت الحلو دوت عايزين نبله في قهوه سريعه الدوبان، يعني متقلبه كده في شويه ميه، ميه يعني ما تبقاش دافيه قوي ولا عاديه، علشان البسكوت برضو ما نلاقيهوش اتهرى مننا وما نلحقش نشيله من الميه الدافيه، تبقى ميه عاديه. تمام، هندوب القهوه سريعه الدوبان دي في شويه ميه ونسقط البسكوت ونفرده في صينيه. دي حاجه. نيجي بقى للطبقه اللي في النص اللي هتعمل لنا طعم حلو جدا للمستريح. عباره عن ايه؟ معانا معلقه ونص من الدقيق، عليهم نص كوبايه من السكر، عليهم معلقه ونص من الكاكاو الخام يكون نوعه كويس، كوبايه من اللبن البودره، ممكن نقلل شويه من كوبايه اللبن البودره دي، معانا بيضه واحده، معانا فانيليا، ومعانا 50 جرام من الزبده يعني معلقه زبده، وكوبايتين من الميه. لو خدتوا بالكم كوبايه اللبن البودره قصاد كوبايتين من الميه. طب احنا عايزين نستخدم لبن عادي، هنعمل ايه؟ هنحط كوبايتين على طول من اللبن الحليب ونستغنى عن كوبايه اللبن البودره وكوبايتين الميه. تمام، لو تحبوا ده او تحبوا ده براحتكم. الكلام ده كله هنحطه على النار دلوقتي علشان ايه يدوب كده ويعمل طبقه ظريفه. واخر حاجه بقى الطبقه الخارجيه، بنحط بقى مثلا حته نوتيلا كده نفردها على الوش مع كريم شانتيه وبس. طبعا احنا عملنا الشوكولاته اللي هي السبريد قبل كده مع بعض، تقدروا تشوفوها على اليوتيوب، عملناها في الخلاط تحفه، ممكن تبقى بديله الايه الشوكولاته النوتيلا والحاجات دي كلها، بتبقى ظريفه جدا جدا وفي البيت ومكونات حلوه برده وطعمها خطير. ان شاء الله تعجبكم. يلا نخش في المستريح. هعمل اول طبقه اللي هي الطبقه اللي بتحتاج وقت شويه على النار كده. انا ايه مسخنه الكاسروله، عايزين نجيب كده ايه بوله. يلا بينا ونداوب كل الكلام اللطيف اللي انا قلته ده. اللبن البودره والسكر، ونحط الفانيليا والكاكاو كده، كله على بعضه. معانا بيضه ومعانا زبده. البيضه دي هنخفقها الاول لوحدها، محتاجين كمان نجيب ميه. احنا زي ما اتفقنا هنحتاج عليهم كوبايتين من الميه او كوبايتين لبن حليب على طول، وبلاش ميه ولبن بودره. تمام كده، بس كده اهو، ونقلبهم كده. عايزين كل الحاجات البودره اللي احنا حطيناها دي تتقلب كده مع بعضها وايه تبقى تمام التمام كده اهو، هذا الشكل الظريف اهو. ونقوم على طول حاطينها بقى على النار اول ما تتقلب حلو كده. بسم الله كده اهو، وهنكسر لها بقى بيضه نحطها معاها ومعلقه زبده. لو مش عايزه تحطي البيضه ولا الزبده برده مفيش مشكله، ممكن نعملها من غيرهم. معانا ملك. الو الو يا ملوكه. الو الو الحمد لله. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله حبيبه قلبي. عندك كام سنه؟ انا عندي 14 سنه. بجد؟ والله. انت اكبر من مريم بنتي بسنه. طبعا خدتي الاجازه يا مريم بقى. خدنا الاجازه. ايوه حبيبه قلبي. قولي لي يا قمر، عندك اي سؤال؟ قولي لي حبيبتي. عاوزه طريقه الكيكه بالشوكولاته. عينيا بس كده. ايوه حاضر يا روح قلبي، هقول لك حالا دلوقتي، هقول لك اسرع حاجه. انا كده هفضل ايه اقلب الخليط زي ما انتم شايفين كده. ميرسي يا ملوكه. هفضل اقلب الخليط ده كده، ومعانا البيضه هن ايه هنخفقها زي ما قلت لكم، تقدروا تستغنوا عنها. احنا كده كده حاطين مع المكونات فانيليا، فهنحط البيضه كده على طول اهو، وحته زبده، ومعانا جودي. يا جودي. ازي حضرتك؟ اهلا يا سكر يا عسل يا جودي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه في الاجازه؟
الحمد لله كويسة. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله. قوليلي عندك أي سؤال؟ عندي. قوليلي أنا سامعاكي. ممكن أسأل حضرتك، هو البان كيك دايما أنا كل لما بعمله بيطلع ني، اللي هو ما بيبقاش حلو دايما. أقولك، أنت بتعمليه بالطريقة بتاعتي ولا بطريقة تانية؟ هو انا ساعات اللي هو بستخدم اللي هو بستخدم اللبن البودره، وساعات لبن البودره، ومره عملته باللبن اللبن العادي وبرده طلع ني مش حلو. هقول لك بقى، انا عايزاكي تدخلي على اليوتيوب علشان تشوفي مقادير البانكيك بتاعتي دي. اول حاجه هستخدم فيها اللبن العادي، مش محتاجه لبن بودره ولا حاجه. وبعد ما تحضري عجينه البانكيك حلوه قوي وتبقى تمام، عايزين الطاسه اللي على النار تبقى درجه حرارتها متوسطه، اول ما تبقى سخنه كده يعني نوطي النار خالص وندهنها دهنه زيت خفيفه جدا بمنديل، تمام؟ وناخد من العجينه بتاعه البانكيك بمثلا بمعلقه صغيره كده او بكبشه صغيره عشان تعمل حجم حلو للبانكيكس، ونحطها تمام وتسيبيها على نار هاديه تصبري عليها شويه. ممكن كده ايه بمعلقه كده على الوش كده تفضلي تدوسي عليها سنه صغيره علشان تبقى ارفع حاجه خفيفه، فتضمني انها استوت معاكي، وتقلبيها الناحيه التانيه بس تعمليها بالمقادير بتاعتي، هتنبسطي منها جدا، احلى بانكيكس هتاكليه ان شاء الله. بصوا بنفضل نقلب الخليط الحلو ده كده لغايه ما يتقل معانا، وانا اوريدي معايا اهو الخليط جاهز وتمام وزي الفل. محتاجه شويه ميه ادوب فيهم القهوه سريعه الذوبان اهو عشان نغطس فيها البسكوت كده. بيقولوا لي ان الحلقه خلصت. حاضر حالا اهو كده اهو اهو علشان نبقى مجهزين القهوه سريعه الذوبان في شويه ميه، وزي ما قلت لكم مش ما تبقاش سخنه قوي عشان البسكوت ما نلاقيهوش ايه طري معانا. وناخد البسكوت نغطسه كده اهو، ونبتدي نرصه في الصينية زي ما انتوا شايفين لغاية ما نخلص طبقة كاملة من البسكوت كده. بعد ما نخلص الطبقة دي من البسكوت معانا ايه الخلطة الحلوة اللي احنا عملناها، اللي هي بالكاكاو واللبن البودرة والنشا وكل الكلام الحلو ده، نفردها عليها عشان بس ايه عمالين يقولولي الوقت. حاضر حاضر اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو حالا حالا يا استاذ داخل اهو كده بالشكل ده. وناخد بقى من الطبقه الحلوه دي كده ايه ونحط عليها كده، ونوزع علشان نحط طبقه تانيه برضو من البسكوت وطبقه تانيه من المهلبيه الحلوه اللي احنا عملناها دي، وهكذا هكذا لغايه ما نخلص كميه البسكوت اللي احنا عايزينها وكميه ايه الطبقه اللطيفه بتاعت الشوكولاته واللبن النيد والكلام ده لغايه ما نخلصها بقى كلها. نيجي على الوش بقى نحط لها شويه نوتيلا، معانا كريم شانتيه بتبقى خطيره زي ما انتم شايفين كده. ويا سلام بقى تستريح بقى، تستريح لها شويه كده في الثلاجه ولا حاجه، تتاكل بارده طعمها خطير. عايزين كمان تحطوا عليها اي فاكهه هتبقى حلوه قوي، ونبقى عملنا المستريحه الحلوه ونستريح كلنا ان شاء الله. ويعني ان شاء الله كلنا نبقى مستريحين يا رب. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه القرص بالعجوه حلوه قوي قوي، جربوها قولوا لي ايه رايكم. والوصفه الثانيه عملنا المستريحه اللذيذه دي هتعجبكم جدا جدا، جربوها ان شاء الله. وبالهنا والشفا بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.